لهم ميري كريسماس. انا بعرفش اتكلم كتير، وسياده النقيب وسياده الامين بيبقى كلامهم مر يعني جنتل ومر هانسم، انا بعرفش اتكلم كده. عندنا مشكله كبيره مع وزيره الاطباء، مش وزيره الصحه، كادر الصيادله مفيش خير عنه يا سياده الوزيره. لا تنازل عن حقوق الصيدلي الفتره القادمه، اسكفانا مهانه. كل القرارات الوزاريه اللي بتطلع من الوزراء السابقين لا تطبق بتعنت وباصرار وبتخاذل وبليونه. قرار العهده، الصيدلي مش كاتب شط، الصيدلي فني، الصيدلي طبيب، الصيدلي هو اصل مهنه الطب كلها. في الاصل الصيدلي هو اللي كان بيشخص ويوصف الدواء. مفيش حاجه اسمها مهن معاونه. الصيادله والاطباء الاسنان والممرضين وفنيين التمريض كلهم فئه واحده. نطالب بكادر موحد لكل المهن الطبيه بدون تفرقه ما بين زميل والاخر. المؤشر هو بكالوريوس، بكالوريوس صيدله، بكالوريوس طب، بكالوريوس اسنان. اما نظام المتر والكيلو، البدعه اللي ابتدعوه في نظام الكادر هذا الذي سرق، الذي سرق واصر انه سرق وتحول الى حوافز، مرفوض تماما ولن يقبل ولن يمرر. والصيادله حتى لو لوحدهم هيقوموا بالاضراب، وسوف يتطور الاضراب الى مستويات لم تشهدها مصر سابقا. احذر النقابه الان، بتحدث مهنه، النقابه الان بتدور على حقوق الصيادله، النقابه الان بتخاف من الصيادله. نحن نحترم صيادلتنا، نحن نحترم الامانه التي كلفنا بها، ومش هنتنازل عن الامانه، وطلباتنا واحده وموحده. وفي الاخر بنطالب بطلب بسيط جدا، الانفصال عن وزاره الصحه في شكل منظومه قانونيه اسمها هيئه الدواء المصريه او هيئه العليا للدواء المصري. هذه الهيئه ليست بدعه، هذه الهيئه مطبقه في كل بلاد العالم، في السعوديه، في الصومال، في الاردن. الاردن اللي عندها 7 مصانع بقت بتصدر اكثر من مصر، سياده وزيره الاطباء. الصيدله مهنه توسعت وبقت ممكن انها تشيل وتحسن اقتصاد مصر. واحنا بننادي وبنقول اقتصاد مصر الدوائي مهدد، قطاع الاعمال مهدد. يا اخوانا يا ناس يا هو، الحقوا قطاع الاعمال، عمالين ننادي بهذا ولا حياه لمن تنادي. ارجو ارجو، ومع هذا ومع هذا يدينا ممدوده وعندنا استعداد للتفاهم في حدود محدده، اللي هو الكادر الطبي او العلاوي، الكادر الطبي موحده لكل المهن الطبيه، بحيث ان الصيدلي فيها لا يقل عن الطبيب ولا يقل عن طبيب الاسنان، وما يبقاش وراء فني التمريض. للاسف عندنا صيدله بياخدوا 800 جنيه في المستشفيات، قصادهم عامل النظافه بياخد 1200 جنيه. ارجو من وزيره الاطباء ان هي تعلن كشف مرتبات ديوان مكتبها. ديوان مكتب وزيره الاطباء المرتبات اللي بياخدوها لوحدها كفيله بتعديل مرتبات المنظومه الصحيه كلها. كل سنة وانتم طيبين.